بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع درس جديد في النحو. درسنا النهاردة بيتكلم عن أسلوب المدح والذم، استخدام نعمة وبئس. بداية، أسلوب المدح إمتى بنستعمله؟ نستعمله عند استحساننا لأمر يستحق المدح والثناء، تمام؟ نستعمله أي عند استحساننا لأمر يستحق المدح والثناء، يعني أمر أنا استحسنته فعايز أمدحه، هستعمل إيه؟ هنشوف دلوقتي. طيب، وأسلوب الذم بنستعمله عند استقباحنا لأمر يستحق الذم والهجاء، أمر مش حلو عايز إن أنا أذمه، استقبحه، استنفر منه، فبستعمل ايه؟ فعند مدح الامانه مثلا، انا عايز امدح الامانه، فاقول نعم الخلق الامانه. اقول ايه؟ نعم الخلق الامانه، يبقى انا كده بمدح الامانه. بمدح الامانه وبقول ان هي نعم الخلق. ولو سالتي نفس سؤال، نعم الخلق هو ايه نعم الخلق؟ الاجابه تكون ايه؟ هتقول ايه؟ احسنتم، الامانه. يبقى الامانه دي اللي انا بمدحها. طيب، بيقول لي او بصيغه تانية برضو ممكن اجيبها في الاول واقول الامانه، مالها الامانه؟ نعم الخلق. يبقى انا في الحالتين مدحت كلمه الامانه. يبقى اذا الامانه هنا هو ده اللي انا مدحته، هو ده اللي انا حبيت ان انا استحسنه. خلاص؟ طيب، وعند ذم الخيانه ماذا نقول؟ بئست الصفه الخيانه. ولو سألت نفسي سؤال، بئست الصفة، بئست الصفة، هي إيه بئست الصفة؟ الخيانة. طيب، أو بتعبير آخر، الخيانة مالها؟ بئست الصفة. يبقى أنا في الحالتين ذميت كلمة الخيانة. فبنقول هنا ده هو ده اللي أنا بستقبحه، بستنكره، اللي هو كلمة الخيانة. إذن الفعل نعمة بستعمله للمدح، والفعل بئس بستعمله للذم، وهما فعلان جامدان لا يأتي منهما المضارع ولا الأمر. معنى فعل جامد يعني غير متصرف. إيه هو الفعل الجامد اللي مش بيجي منه لا صيغة الأمر ولا صيغة المضارع؟ طيب، أنا حبيت بقى دلوقتي إن أنا خلاص مدحت الأمانة وقبحت وذميت الخيانة، يبقى إحنا هنا خصصنا الأمانة بالمدح وخصصنا الخيانة بالذم في لفظ كلمة خصصنا. إذن المخصوص بالمدح هو الأمانة، والمخصوص بالذم هي الخيانة. عرفنا بقى كده، خدنا لفظ جديد، إن أنا خصصت يبقى في عندي مخصوص، تمام. إذن عندي أركان أسلوبي المدح والذم. أسلوب المدح والذم، أي أسلوب عندي بيتكون من حاجات معينة. أسلوب النداء مثلا بيتكون من أداة النداء والمنادى. هنا أسلوب المدح أو أسلوب الذم بيتكون من فعل زائد فاعل زائد مخصوص، ويجوز إن أنا أجيب المخصوص في الأول أقدمه، فأقول مخصوص زائد فعل زائد فاعل زي ما وضحنا في المثالين السابقين. طيب، يتكون أسلوب المدح إذن من إيه بقى؟ من فعل المدح والفاعل كويس والمخصوص بالمدح. والصورة الثانية، أو يتكون من إيه؟ المخصوص بالمدح وفعل المدح والفاعل. برضو نفس الكلام، أسلوب الذم نفس الكلام، يتكون من فعل الذم والفاعل والمخصوص بالذم، أو بالصيغة الأخرى المخصوص بالذم والفعل الذم والفاعل. يعني إيه الكلام ده؟ قال لي يعني يجوز تقديم المخصوص بالمدح أو بالذم على الفعل والفاعل. فين؟ عندما أستعمل نعمة وبئس، ويجوز تأنيث الفعل فنقول نعمة أو بئسة. إمتى الكلام ده؟ إذا كان الفاعل مؤنثا. يعني خلاصة الكلام هنا إن أنا عندي أسلوب المدح والذم يجوز فيه إن أنا أقدم المخصوص أو أخره، اللي أنت عايز تمدحه أو تذمه، يجوز تجيبه في الآخر ويجوز إن أنت تجيبه فين؟ في أول الجملة. طب ناخد مثال معرب، بيقول لي نعمة الصفة الأمانة. هو كده عايز يمدح إيه؟ إيه هو اللي عايز يمدحه؟
تمام، عايز يمدح الأمانة، أحسنتم. يبقى إذن لو أنا حبيت أقول أسلوب المدح هنا يتكون من، أو أذكر أجزاء وأركان أسلوب المدح، أو استخرج أسلوبا للمدح وأذكر أجزاءه أو أركانه، فنقول إيه؟ ها؟ نعمة أو نعمة هي الفعل، فعل المدح، أحسنتم. الصفة هي الفاعل، أحسنتم. والأمانة هي المخصوص بالمدح، تمام. نشوف بقى الإعراب. قال لي نعمة، نعمة لوحدها فعل ماضي جامد مبني على الفتح. ليه مبني على الفتح؟ لاتصاله بتاء التأنيث. طب وتاء التأنيث هذه لا محل لها من الإعراب. يبقى فعل ماضي جامد لأنه لا يأتي منه لا مضارع ولا أمر. نعمة وليست نعمة وليست نعم، تمام. يبقى نعمة لوحدها فعل ماضي جامد مبني على الفتح. الصفة هي إيه اللي نعمة؟ قال الصفة. إذا الصفة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب والجملة الفعلية نعمة الصفة من الفعل والفعل دول مالهم؟ قال لي في محل رفع خبر مقدم. خبر مقدم لمن؟ هي إيه نعمة الصفة؟ آه أحسنتم، هي الأمانة. إذا الأمانة مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والأمانة هذه لها إعراب آخر، أي المخصوص مع نعمة هنا وبئس، كلاهما صواب. نعمة وبئس المخصوص معاهم يجوز أن يكون له إعرابان، تمام؟ أن يكون إيه؟ له إعرابان. أول إعراب قلنا إن هو مبتدأ مؤخر، أو الإعراب الآخر خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره. هي ليه؟ ممكن أقول نعمة الصفة هي الأمانة. يبقى فعلا هنا ايه قلت هي الأمانة، فعلا ساعتها يبقى الأمانة تعرب ايه؟ أنا عندي ضمير منفصل هي، وما يأتي بعد الضمير المنفصل لحد تانية تالتة عليه دلوقتي، ما يأتي بعد الضمير المنفصل يبقى خبر. يبقى فعلا يبقى الأمانة خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هي، تمام. طب هنا عندي قلت تقديره هي أو هو على حسب سياق الجملة اللي عندي، أنا بتكلم هنا في مؤنث يبقى أكيد تقديره هي. طيب بالحديث عن الفاعل، ما صور الفاعل في أسلوب نعمة وبئس؟ قال لي للفاعل هنا أربع صور. الصورة الأولى أن يكون الفاعل معرفا بأل. الصورة الأولى رقم واحد معرف بأل، يعني الفاعل هنا محلى بأل، مقترن بأل، به ألف ولام، مثل نعم الابن البار بوالديه. نعم الابن البار بوالديه. الفاعل هنا فاء، فين هنا الفاعل؟ أين الفاعل؟ الابن، تمام. أي صورة من صوره؟ رقم واحد اللي هو محلى بأل، مقترن بأل، معرف بأل. يبقى أول صورة من صور الفاعل أنه معرف بأل، وكلمة الابن بها ألف ولام. ناخدها قاعدة كده، نعم ال قول، نعم الخلق، نعم ال، نعم ال، يبقى هذا الاسم هو الفاعل. أحسنتم. طيب الصورة الثانية، إيه الصورة الثانية؟ مضاف لما فيه ال، يعني الفعل اللي عندي كلمة ما فيهاش ألف ولام بس يأتي بعدها كلمة تعرب مضاف إليه. مثال نعم خلق الإنسان هو إيه؟ الصدق. نعم إيه؟ فين الفاعل؟ خلق. يبقى نعمة خلق، يبقى خلق هي اللي إيه؟ هي اللي فاعل. طيب والإنسان خلق الإنسان، هكذا تقرأ خلق الإنسان، يبقى الإنسان مضاف إليه. عرفنا أنها مضاف إليه ليه؟ لأنها تحدد ما قبلها، كلمة الإنسان تحدد كلمة خلق. يبقى الإنسان مضاف إليه، إذا خلق هي مضاف، يبقى فعلا هو ده المطلوب، إنها مضافة لما فيه ال، وهنا يبقى الفعل اللي عندي من الصورة الثانية هو مضاف لما فيه ال. طيب هنا الصدق لما نحب نشوف أجزأ هنا السؤال، فين فعل المدح؟ قلنا نعمة. فين الفاعل؟ قلنا خلق. أين المخصوص؟ الإنسان ولا الصدق؟ أحسنتم، الصدق، لأن أنا أريد أن أمدح الصدق، أريد أن أمدح الصدق، عايز أقول إن الصدق ده نعمة، أفضل حاجة في الإنسان في خلق الإنسان هو الصدق، تمام كده؟ أحسنتم. الصورة الثالثة وهو صورة الفاعل، إذا كان الفاعل اللي عندي ماله؟ الفاعل ضمير مستتر يفسره تمييز نكرة بعده، ذكر بعده، يعني إيه الكلام ده؟ الفعل اللي عندي هنا ضمير مستتر،
مش موجود. طيب بنعرفه ازاي؟ قال لي يأتي بعد الفعل كلمة منصوبة وهي نكرة تعرب تمييزا، تعرب تمييز. نشوف المثال: نعم خلقا. وإيه نعم خلقا؟ الصدق. يبقى فعلا جاي بعد الفعل بتاع المدح. أين فعل المدح؟ نعم، أحسنتم. طيب خلقا هنا اسم نكرة، ده منونة كمان اهي، واضح. يبقى هنا خلقا اسم نكرة ذكر بعد فعل المدح، هذا الاسم النكرة، هذا الاسم نكرة يعرب تمييزا. طب لما يكون ده ايه؟ نعمة هي فعل المدح وخلقا تمييز. نعمة خلقا هو ايه؟ قلنا الصدق، الصدق هنا المخصوص. يبقى انا عندي الفعل والمخصوص، اين الفاعل؟ الفاعل مش ممكن يكون خلقا لانه هو منصوب. يبقى الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو. الفعل هنا ضمير مستتر تقديره هو. يبقى نعم هو خلقا الصدق. يبقى نعم الفعل، الفعل ضمير مستتر، خلقا تمييز، الصدق هو المخصوص. تمام؟ وممكن أقدم طبعا الصدق نعم خلقا. طيب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وخلقا تمييز منصوب بالفتحة، والصدق مبتدأ مؤخر مرفوع بالضم. تمام؟ أو خبر زي ما قلنا قبل كده، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وهنا المبتدأ محذوف وجوبا. خلاص كده الصورة الثالثة. يبقى احنا قلنا الصورة الأولى أن يكون إيه؟ معرف بأل. الصورة الثانية مضاف لما فيه أل. الصورة الثالثة ضمير مستتر يفسره تمييز نكرة ذكر بعده. أما الصورة الرابعة فهو اسم موصول. الصورة الرابعة لفاعل نعمة وبئس اسم موصول يستعمل من للعاقل وما لغير العاقل. ومثال ذلك: نعم من تصاحب. ومن نعم من تصاحب؟ الأمين. يبقى نعمة ماذا أتى بعد نعمة؟ نعمة من. من هنا اسم موصول أتى بعد الفعل نعمة، إذن هو الفاعل، إذن هو الفاعل. طيب يبقى نعمة من تصاحب الأمين. يبقى الأمين هو المخصوص. طيب ما احنا ممكن بقى كده نتلخبط هنا في الإعراب. نتلخبط ازاي في الإعراب؟ في أسلوب المدح والذم علشان خاطر ما تلخبطش عندي ما بين الأمين تعرب مفعول به ولا نعت ولا ايه بالظبط، لأن في أمثلة كتير يعني الواحد بيتلخبط فيها. في أسلوب المدح والذم يا شباب ويا بنات، انسى النحو اللي في دماغك كله إلا لما تخرج أجزاء أسلوب المدح والذم. أهم قطعة، أهم فقرة، أهم ملحوظة مهمة في أسلوب المدح والذم، تخرج لي الأول فعل المدح أو الذم والفاعل والمخصوص. المخصوص ده مهم جدا. طلع كده كلمة الأمين في الأول: الأمين نعم من تصاحب. يبقى فعلا يبقى كلمة الأمين هنا ما أقدرش أقول إن الأمين هنا مفعول به، يلخبطني في الاختيارات. نعم من تصاحب الأمين، يقول لي الأمين هنا مخصوص يعني مبتدأ مثلا، أو يقول لي إن هي مفعول به. أقول لا، الأول أشوف المخصوص عندي في الجملة. فالأمين تعرب إيه؟ الأمين نعم من تصاحب. يبقى نعم من تصاحب هو من؟ هو الأمين. يبقى كده جبتها بطريقتين: الأمين نعم من تصاحب، ركزوا معايا عشان أعرف إن هي دي المخصوص. والطريقة الثانية: نعم من تصاحب هو الأمين. يبقى إذن هي المخصوص. إعرابها إيه الأمين هنا؟ نعم من تصاحب الأمين لها كم إعراب؟ نعم اثنين، أحسنتم، برافو عليكم. الأمين تعرب مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة، والجملة قبله خبره كويس، أو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو. طب المثال الآخر لغير العاقل: بئس ما تقول الكذب. بئس ده الفعل، ما اسم موصول أتى بعد فعل الذم هنا، يبقى ما هنا هي الإيه؟ هي الفاعل. كويس؟ بئس ما تقول الكذب، إعراب نموذجي، اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. أحسنتم، أدي من وما، اسم موصول مبني على السكون، ماشي كويس، شكرا اللي قالت على السكون. طيب الكذب، الكذب هل أقول بقى كده أنا دلوقتي أنا هغلط أهو،
تقول أنت الكذب وأقول إن الكذب مفعول به، لا ما تقطعش أسلوب المدح أو الذم. أوعى تفصل، ما تفصلش، ما تقول تقول أنت الكذب، لا قلنا في أسلوب المدح والذم يا شباب. النقطة دي مهمة جدا جدا، خلي بالكم معايا. أسلوب المدح والذم لازم الأول تعرف فين المخصوص، تجيبه قدام في الأول، هتقرأ الجملة تفهمها، يبقى هو المخصوص في مكان ورا. أوعى تقول إن هو هنا يعرب ما مفعول به، يعرب نعت أيا كان، لا. فنقول هنا بئس ما تقول الكذب، فالكذب هنا يعرب إيه؟ أحسنتم، يعرب مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة، أو خبر المبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو. خلاص كده؟ يبقى من وما اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. طيب هنا في عندي ملحوظة مهمة أوي، إيه هي؟ يقول لي قد يحذف المخصوص بالمدح أو بالذم، إمتى؟ إذا فهم من الجملة. ممكن المخصوص أحذفه لو فهمته أنا منين؟ من الكلام. مثل إيه؟ فنعم دار المتقين، نعم دار المتقين. طيب نعمة أنا عارفها، ده فعل المدح، ودار دار فعلا هي الإيه؟ هي الفاعل، والمتقين دار المتقين، يبقى المتقين إيه؟ مضاف إليه. طب هنا سؤال، الفاعل هنا، الفاعل هنا من أي صور الفاعل الأربع؟ هل هو محلى بأل أو معرب بأل، أم هو الصورة الثانية اللي هو مضاف لما فيه أل، أم الثالثة إن هو اسم موصول؟ طبعا لا، بين أول هو الإيه؟ الصورة الثانية اللي هو دار المتقين، اللي هو مضاف لما فيه أل، أو مضاف لما فيه أل. طيب نعم دار المتقين، أنا هنا عندي نقطة، يبقى الجملة خلصت، أين المخصوص؟ فالمخصوص محذوف وتقديره نعم دار المتقين هي إيه؟ الجنة. أحسنتم، بارك الله فيكم. يبقى نعم دار المتقين هي إيه؟ الجنة. هي دار المتقين هي إيه؟ الجنة. طيب ما أنا عندي قاعدة بتقول حذف ما هو معلوم جائز، يبقى لما يكون حاجة أقدر أحذفها لأن هي معروفة من الكلام مفهومة يبقى تحذفها، وهذه هي البلاغة. تمام؟ طيب في المثال الآخر، بئس مثوى المتكبرين. بئس هنا أحسنتم، هو فعل، بس فعل إيه لمين؟ للذم. مثوى هي الفاعل، مثوى المتكبرين ده المضاف إليه. طب أنت قلت الفعل والفاعل، أين المخصوص بالذم؟ أحسنتم، محذوف تقديره إيه؟ النار. يبقى المخصوص هنا بالذم محذوف وتقديره النار، بارك الله فيكم. طيب هنقول هنا الإيه؟ التدريب اللي عندي هنا بيقول لي أعرب ما يلي: العاق يهمل والديه، فبئست الصفة. العاق يهمل والديه فبئست الصفة. العاق هنا إيه؟ مبتدأ، أحسنتم. يهمل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وين أين الفاعل؟ هو يهمل هو، تمام. والديه مفعول به منصوب علامة نصبه إيه؟ الياء، لأنه مثنى. والهاء الهاء إيه؟ الهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طب أنت قلت العاق هنا مبتدأ، أين خبره؟ الجملة الفعلية يهمل والديه، الجملة الفعلية في محل رفع خبر لكلمة العاق. بعد كده بدأنا جملة تانية، فبئست الصفة، بئست الصفة. طيب بئست الفاء هنا على حسب ما نوعها، استئنافية أيا كان، هي لا تؤثر على الفعل. بئست احنا قلنا ان بئس فعل ماضي جامد مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. بئست ايه؟ الصفة، بئست الصفة. يبقى بئست هنا ده الفعل، والصفة اسم في ألف ولام بعد فعل الذم، والجملة خلصت، يبقى هو ده الايه؟ الفاعل. فبئست الصفة والجملة خلصت. طب فين المخصوص هنا؟ محذوف، أحسنتم، محذوف تقديره إيه؟ إحنا قلنا العاق ده بنخبر عنه إن هو بيعمل ماذا يفعل؟ يهمل. يبقى العاق هنا عنده صفة وحشة، إيه هي الصفة دي؟ في بئست الصفة هي إيه؟ مين يقدر لي هنا لو السؤال عايز تقدير؟ تمام، يقول بئست الصفة الإهمال.
يبقى هنا المخصوص بالذم محذوف، ايه تقديره؟ الاهمال. طيب نراجع برضو كده سريعا اللي احنا ايه قلناه تاني، نراجع سريعا اللي احنا قلناه تاني. قلنا ان اول صورة من صور الفاعل نعمة وبئس ان هو يكون معرف بال، الصورة الثانية ان هو يكون ايه مضاف لمعرفة او مضاف لما فيه ال، والصورة الثالثة ان هو يكون ضمير مستتر بيميز او بنعرفه عن طريق مين؟ عن طريق النكرة المنصوبة اللي بعد من. طيب احنا بقى دلوقتي كده عندنا الصورة الرابعة اللي هو من وما الأسماء الموصولة. لحد كده الأسماء الموصولة خلصت. الأسماء الموصولة خلصت إن هي اسم موصول مبني في محل رافع فاعل، ونخلي بالنا إن الجملة بعدها لابد وأن نحدد المخصوص أولاً. الحاجة الثانية الملحوظة المهمة إن قد يحذف المخصوص إذا فهم من الكلام وفهم من الجملة. خلاص؟ وإذا قال لي قدر يبقى أنا إيه أقدر إن أنا أقدر المخصوص اللي عندي. وخدنا إعراب إن إحنا قدرنا هنا العاق يهمل والديه، وقلنا بئست الصفة، بئست الصفة هي إيه؟ أين المخصوص؟ قلنا الإهمال. ماليش ناحية العاق خالص. ليه؟ لأن العاق ده ماليش علاقة بيه، أنا بتكلم عن الخبر اللي هو يهمل. هو عنده صفة، إيه الصفة دي اللي هو بيعملها؟ بيتصف اللي هو إن هو بيهمل. يبقى أصيغ من هذا الفعل اسم وقول هو بئست الصفة أو لإيه؟ الإهمال. يبقى أنا كده صغت وعملت وكونت وغيرت من الفعل اللي بيعمله اللي هو يهمل ده إلى اسم عشان أقول هو ده الإيه؟ المخصوص اللي عندي. تمام؟ تمام. في عندي برضو هنا تدريب تاني وهنحل فيه برضو اللي هو إيه؟ بيقول لي حدد الفاعل والمخصوص فيما يلي. حدد الفاعل والمخصوص فيما يلي. هنا عندي في القطعة الكلمات لا تشكل، خصوصا في هذا الدرس إذا أعرب. فرقم واحد يقول لي إيه؟ نعمة، وبعد جاي بعد منها كلمة صفة، وبعد منها كلمة الأمانة، والجملة انتهت. نعمة وكلمة صفة وكلمة الأمانة. هو هنا عايز يمدح ايه؟ يبقى البدايه من هنا لازم اجهز اجزاء، الاجزاء الاساسيه اللي عندي. نعم، اتى بعدها كلمه صفه، اتى بعدها كلمه او اتت بعدها كلمه الامانه. يبقى هو هنا عايز يمدح الامانه. اركان واجزاء اسلوب المدح هنا كامله. يبقى نعمه هي هو فعل المدح، والأمانة هي المخصوص. طب نجيبها قدام، الأمانة نعمة صفة ولا تبقى صفة؟ يعني هنا هو عايز يقول لي، يلخبطني في إيه؟ إن صورة الفعل هنا هل هي الصورة الثانية مضاف لما فيه ال، أم هي الصورة الثالثة اللي هو ضمير مستتر يفسره نكرة بعدها تعرف تمييز. يبقى انا هقرأ ازاي بقى قراءة صحيحة؟ نعمة صفة، وهقف كده لحظة، نعمة صفة بالتنوين المفتوح، لان هنا خليها نكرة منصوبة عشان اعربها تمييز. فقول نعمة صفة. هي ايه نعمة صفة؟ الامانة. يبقى الامانة هنا تعرب ايه؟ مبتدأ مؤخر، بارك الله فيكم، مرفوع بالضمة، او خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هي. يبقى هنا القراءة الصحيحة نعمة صفة الأمانة. طيب في المثال الثاني أو السؤال الثاني، نعمة وصفة والأمانة أداء الحقوق. هو هنا عايز يمدح الأمانة ولا يمدح أداء الحقوق؟ أداء الحقوق. تمام، يبقى أداء الحقوق نعمة صفة الأمانة. يا نهار أبيض، ده احنا كده غيرنا نطق كلمة صفة. نعم، ليه؟ الكلمة زادت، وهنا ممدوح وهنا مخصوص بالمدح اللي هو أداء الأمانة. يبقى كلمة صفة
تعرب ايه؟ هل تمييز زي اللي فوق؟ لا. تعرب ايه؟ نعمة صفة، يبقى هي فاعل مرفوع بالضمة. والأمانة، مالها الأمانة؟ تمام، الأمانة مضاف إليه مجرور بالكسرة، يبقى نعمة صفة الأمانة أداء. تعرب إيه؟ أحسنتم، مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره. نعمة صفة الأمانة إيه؟ هو الحقوق، هو أداء الحقوق، لأن بتكلم على أداء الحقوق، ولو هتكلم عن صفة ممكن يبقى هي أداء الحقوق. تمام، العبرة عندي فين؟ في كلمة أداء. كيف تعرب؟ قلنا لها إعرابان، إما مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة أو خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو أداء أو هي أداء. تمام، يبقى هنا نعمة الصفة هو مين؟ أداء الحقوق. إذا حركناها وجعلناها مبتدأ فقلنا أداء الحقوق نعمة صفة الأمانة. تمام، يبقى أنا كده إيه عرفت إن أنا أحدد اللي هو إيه أداء الأمانة، اللي هو ده المخصوص عندي بالمدح. تمام، يبقى كلمة صفة في المثال الأول أعربناها تمييز، أما صفة في المثال الثاني أعربناها فاعل، لأن يأتي إيه المخصوص في آخر الجملة وهو أداء الحقوق. المثال الثالث رقم 3 ده أنا حابب إن أنا أشرحه تفصيليا وأشوف ممكن أتلخبط في إيه أثناء الحل. طيب، نعم من يفعل الخير أبوك. أنا هنا عندي، أنا عرفت إن نعم من خلاص أصبح الفعل بتاع نعمة، الفعل بتاع المدح هو من. جميل جدا، ويفعل فعل مضارع والخير مفعول به. اوعى تقرا تقول يفعل الخير ابوك، وابوك فاعل هو بتاع ايه؟ بتاع هو اللي بيفعل الخير، اوعى كده غلط. اسلوب المدح والذم يقرا من اوله الى اخره، وتحدد المخصوص رقم واحد في حياتك، في اعرابك وجملتك، ده اهم حاجه تحدد المخصوص. احنا دلوقتي النهارده بنتكلم شويه بلغه عاميه، عشان المره اللي فاتت كنا بنتكلم بلغه عربيه فصحى، فجاء تعليق ان احنا نحاول ندخل اللغه العاميه شويه، ما في مشكله. يبقى نعم من يفعل الخير، نعم من يفعل الخير هو مين؟ نعم من يفعل الخير ابوك. يبقى اذا ابوك انا محتاجه الفاعل بتاعنا بتاع يفعل، ولا المخصوص بتاع نعمه المخصوص بالمدح والذم؟ طب هاتها كده الطريقه بتاعتنا كنا بنعمل ايه؟ ها مين يقول؟ تمام، أبوك نعم من يفعل الخير، أبوك نعم من يفعل الخير. هنا المعنى اكتمل، فأبوك إذا أتينا بها في مقدمة الجملة صح المعنى، وخصصناه بالمدح، خصصنا كلمة أبوك بالمدح، فأبوك نعم من يفعل الخير. يبقى أبوك هنا إعرابها إيه؟ أبوك مبتدأ مؤخر وجوبا. مبتدأ مؤخر إيه؟ لا، إحنا ما قلناش وجوبا، ده مبتدأ مؤخر جوازا، إنما خبر هو هنا ده أبوك ده خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو. يبقى لو جاني اختيارات، أبوك هنا مبتدأ مؤخر وجوبا ولا خبر لمبتدأ محذوف وجوبا؟ أيهما المحذوف وجوبا؟ أحسنتم، المبتدأ المحذوف وجوبا، والموجود عندي هنا هو مين؟ هو الخبر. الموجود عندي هنا هو الخبر. تمام، لما هنا يقول عندي أبوك مبتدأ مؤخر عادي جوازا، ليه جوازا؟ أنا مش فاهم يعني جوازا وعين وجوبا. طالما إن هو ينفع، وينفع يعني يجوز، ينفع أجيبه قدام أحركه إلى قدام وقلت أبوك نعم من يفعل الخير، إذا بالعقل كده أبوك مبتدأ مؤخر جوازا، جائز، جائز إنه يبقى مؤخر وجائز إنه يبقى مقدم. تمام؟ كويس، إنما هو أبوك ما ينفعش بقى كده إيه أقول هو أبوك، لا ده هنا اللي عندي اللي مبتدأ هو المحذوف وجوبا، تقديره هو. تمام؟ ودي حالات هناخدها إن شاء الله في الثانوية العامة. يبقى نعم من يفعل الخير، مين هو نعم من يفعل الخير؟ أنت بتخص مين بنعمة؟ بتخص مين بالمدح اللي عندك؟ أبوك. يبقى أبوك مبتدأ مؤخر
مرفوعا وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، لأن من شروط الأسماء الخمسة إنها تكون مضافة لغير ياء المتكلم. أو أقول إن أبوك خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو. خلاص، الخير مفعول به، تبوي كلمة يفعل، إحنا قلنا إن يفعل ده فعل، والخير مفعول به، أين فاعل الفعل يفعل؟ تمام، قال لي ضمير مستتر تقديره هو يعود على من؟ على الاسم الموصول قبله، يبقى يفعل فعل، الفاعل بعده مستتر يعود على من التي قبله، نعم من، نعم من يفعل هو الخير، نعم من يفعل هو الخير. هو مين نعم من يفعل هو الخير؟ ذكرت كلمة أبوك، إذا أتينا بكلمة أبوك مقدما، أبوك نعم من يفعل هو الخير، صح الجمل. يبقى كلمة هنا إيه؟ الفاعل بتاع الفعل يفعل، أوعى تقول أبوك، كلمة أبوك لا، أبوك هنا يا مبتدأ يا خبر، إنما الفاعل للفعل يفعل مستتر يعود على من؟ على اسم الموصول الذي قبله اللي هو الفاعل المدح أو فاعل للفعل نعمة اللي هي بستعملها للمدح. مهم جدا جدا، لأن خلي بالنا من النقطة دي، ساعد وقت إعراب كلمة في أسلوب المدح انسى الايه تكوين الكلمة اللي موجودة في دماغك، لا لازم الأول تحدد الفعل المدح والفاعل والمخصوص. تمام، كما يقول بعض الطلبة نعمة الخلق الصدق، يبقى يقول لك الصدق ايه؟ الصدق يعرف بنعت مثلا لكلمة الخلق، لا لا. خلاص، يبقى أهم حاجة عندي إن احنا نعرف ايه؟ نعرف المخصوص في مكانه، مهم جدا جدا إن أنا أخلي بالي من المخصوص، لأن ده بنتلخبط فيه كلنا، هو والسؤال اللي بيقول لي قدر المخصوص بالمدح أو بالذم، فنخلي بالنا من النقطة اللي موجودة عندنا دي اللي هو أبوك إعرابها إيه؟ إن هو مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محذوف، أما الفاعل لكلمة يفعل للفعل ده مستتر، ضمير مستتر تقديره هو يعود على من؟ على الاسم الموصول. تمام كده؟ خلاص، في أي استفسار، لو في أي حاجة ممكن نتواصل ونحلها إن شاء الله بإذن الله مع بعض، نكتفي بهذا القدر إلى أن نكمل في الحصة القادمة إن شاء الله، اللي هو أسلوب المدح والذم مستعملا حبذا ولا حبذا، وأوجه الاختلاف بين الاثنين، بين الأسلوبين، مكونات كل واحد منهم، وكيف كيفية إعراب كل واحد منهما، والتدريب على استخراج المخصوص بالمدح فيهما. كان معكم الأستاذ عادل فاروق، ونشكر القائمين على هذه المنصة، منصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم وفريق المحتوى التعليمي بها، وشكرا وجزاكم الله خيرا.